على يد حل مناقشة كل هذه التفاصيل بينضم إلينا الآن من برلين عبر الهاتف أحمد السيد الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني لماذا في رأيك حصل شولتز على 36%؟ ونحن هنا نتحدث عن تقارير ما بعد المناظرة، المناظرة اتسمت بالهدوء، اتسمت بالدفاعية ولكن باحترام وبهدوء كما يعني ورد في وسائل الإعلام وكما وصفتها هذه الوسائل، فلماذا حصد هذه النسبة الأكبر من منافسيه؟ وطبعا أولاف شولت معروف طبعا على مستوى ألمانيا ومستوى أوروبا ومستوى العالم، له فترة كبيرة جدا في العمل السياسي ومشهور، كان هو طبعا يعتبر حافظ أو مسؤول عن مدينة هامبورغ لفترة طويلة، كان مسك وزارة مختلفة مع جيهارد شرودا في 2005 و 2007، فطبعا هو معروف وهو وزير مالية حالي وسياسي محنك، وأنا أعرفه شخصيا يعني بقول الكلام مش من الصحف، وهو عاداته وتقاليده زي أنجيلا ميركل بالظبط، هادي جدا 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 لا ينفعل ابدا، وبعدين لا يحط نهائي يبقى في النص، هي ماركه كانت كده، حتى احنا كنا مسمينها زمان مدام نو. طبعا هو نفس الطريقه ودي الطريقه اللي بيحبها الالمان. الناحيه الثانيه المهمه، انت حضرتك عاملين تقرير ممتاز جدا، ولكن اوضح بس النقطه اللي هي مش في التقرير. نعم اتفضل. الناحيه المهمه عنده عشان النسبه اللي انت قلتيها فعلا نسبه شخصيه. هو بيلعب دور الشخص في الانتخابات الالمانيه كبيرة جدا جدا جدا، ميركل مرة حصلت على 48% من انتخاباتين قبل دي، يعني في الفترة اللي كانت الثانية 48% هي يعني شخصية، هو حصل 36، حزبه أساسا كان 15، فممكن يتحول الناخب الألماني فيه ميزة معينة مختلفة عن الناخبين في أوروبا كلهم، يجي هو بيغير على ألمانيا، ألمانيا وضع مختلف لان المانيا التحديه الولايات مش مهم جدا، الالماني يحب يكون الممثله معروف وشكله كويس ومرتاح ومش متنرفز زي ما حضرتك قلت وهادين جدا، فهو معروف على المستوى الالماني، الشباب الصغير في المانيا ما يعرفوش الاثنين التانيين اطلاقا، ما يعرفوهمش الالمان الكبار، رغم انه حضرتك في وصفك اللي بدات بيه عامل او يعني العامل المتعلق بانه عامل في السياسه فتره طويله ومعروف ومقبول سياسيا هو بيتوفر ايضا في المنافسين الاخرين، بمعنى انه الكل تقريبا في الثلاثه عملوا في السياسه كوزراء او كوظائف اخرى يعني، وكان لهم باع في العمل السياسي ليس هو فقط مقتصر عليه هذه الجزئيه يعني، وحتى انه أرمين لاشيت تحديدا انا يعني استوقفني النسبه اللي حصل عليها من خلال التقرير 25% لأنه كانت شعبيته أكبر حتى قبل المناظرة بفترة طويلة. لا معلش أصحح حتة صغيرة حضرتك، التانيين اتفضل التانيين أولا التانية مش غير معروفة إطلاقا، إلينا جنبه دي مش عمرو حزب خط مش معروفة إطلاقا، ده لسه جاية جديدة وعندها يعني فضائح من قبل من أسبوعين ثلاثة عشان خاطر كانت عاملة كتاب ونقلة والشهادات بتاعتها هو اللي ياخده، مالناش دعوه في الحاجات دي. ولاشت أرمين لاشت لسه اول مره يمسك رئيس وزراء غير معروف، كان بس مسؤول عضو بالحاجة. لكن ليس لديهم باع في العمل السياسي كشولت، يعني عمل سياسي تحت مش معروفين يعني مش غير معروفين لدى المواطن كما هو الحال بالنسبه لي شولت. طب دعني اركز مع حضرتك على الموضوعات اللي ناقشتها المناظرة أو ناقشها يعني المترشحون. كان في مجموعة من الموضوعات اللي ركزوا عليها وهي بالتأكيد الموضوعات اللي على الطاولة أو على الساحة، المناخ، مسألة المناخ، وكان في كمان توقعات من بعض المحللين بأنه يكون في كلام عن الحد الأدنى للأجور بما أنها بتمثل قضية مهمة بالنسبة للمواطن. نعم، اللي كسب في الحتة دي الأجور هو شول، لو خليت بالك من المناظرة امبارح ومتابعينها وانا عارف انتم متابعينها بالالف، نعم هو اللي كان احلى لان هو وزير ماليه عارف ايه اللي طالع ايه اللي داخل، انت تعرف ان وزير الماليه اهم من وزير الخارجيه في المانيا، هو كده النظام في المانيا، وزير الماليه اهم من وزير الخارجيه، يعني يجي بعد المستشاره على طول، فهو في ايده من الالف للياء فعارف كل الحاجات دي، فهو كان اللي كسب النقطه دي. النقطه الثانيه بتاعت المناخ مهمه جدا، وانا عارف استنيت موضوع المناخ لما اتطرح خد وقت كبير جدا جدا
لان موضوع محرج جدا جدا. وارمين لاشيت عنده طبعا المناجم الفحميه الموجوده، هي موجوده، هو رئيس ولايه من اكبر الولايات جغرافيا وسكانيا في المانيا، سيادتك عارفه الحكايه دي، وعنده هو جميع المناجم، يعني تقريبا 80% المناجم في المانيا صحيح، وبتضعه في موضع محرج يعني في مناقشه. نعم. مساله المناخ. نعم طيب. نعم بالضبط. نعم طيب، ربما يعني ربما هذا يفسر بعض الشيء يعني من خلال قراءتنا للأرقام، إنه بعد المناظرة بتتراجع أو هو بتتراجع شعبيته بشكل عام، لأنه موضوع المناخ فقط، أنا يعني الوقت انتهى، ولكن موضوع المناخ يا أستاذ أحمد هو موضوع بيهم المواطن الألماني، يعني كنا في السابق نعتقد إنه موضوع بيهم السياسيين فقط، لكن اتضح إنه بيهم أيضا المواطنين. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد السيد الكاتب الصحفي من برلين.